كل التحية لحضراتكم، تحية متجددة في مستهل الجزء الثاني من حلقة اليوم وبرنامجنا هنا مسبيرو. بنسعد بصحبة حضراتكم لنستمر في الحديث عن الزيارة المهمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين ومشاركته في قمة مجموعة الـ20 وإفريقيا، والتي تأتي ربما بعد أيام أو أسابيع قليلة من قمة روسيا وإفريقيا، أيضا في إطار تعاون كبير بين القارة الإفريقية وكل القوى الدولية المؤثرة. مصر الحقيقة تبذل جهود مضنية مع قارتها الإفريقية في ظل رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي بهدف الإحلال للسلام والرخاء والتنمية. خلونا نرحب بضيفي الكريم اللي هيشاركنا الرؤية والتحليل في هذا اللقاء، هو الدكتور شريف أمير، أستاذ العلاقات الدولية والإقليمية. برحب بحضرتك دكتور، أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم، سعيد بحضرتك وشرفتنا. ربنا يخليك. قبل ما نتكلم الحقيقة عن بالتفصيل عن مشاركة السيد الرئيس والعلاقات اللي لها خصوصية وطابع متميز مع ألمانيا، فكرة أفريقيا وأوروبا، يعني أفريقيا مرة مع روسيا، أفريقيا مع الصين، ثم أفريقيا مع قمة الـ20، شايف حضرتك هذه العلاقات كيف تتبلور وما الذي يعود على القارة الإفريقية ودور مصر في هذا الإطار دكتور شريف؟ هو طبعا كمان أضيف أفريقيا واليابان في التكادة والتكادة صحيح وكلها في أسابيع وفي شهور متواصلة وقليلة، يعني هذه الفترة وبالطبع ولو ندرس الأمر هنجد أنه هي كلها قوة دولية كلهم متصارعين أيضا في المصالح، يعني روسيا والاتحاد الأوروبي هناك أو الدول الـ20 هناك، دايما هناك نوع من المصالح المتضاربة، اليابان والصين نفسه في نفس الأمر. طبعا هناك مسألة أن مصر هي رئيسة الاتحاد الأفريقي حاليا، والرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بشأن الدفع الأمام بعجلة الاقتصاد سواء في مصر أو في أفريقيا، ومن هنا كانت العلاقة مباشرة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي صحيح. قبل ما أصبحنا حتى رئيس للاتحاد الأفريقي كانت هناك قمة أوروبية أفريقية في فيينا، وكان الضيف الأساسي هو رئيس عبد الفتاح السيسي لأن كان له رؤية في تطوير هذا الأمر صحيح. بالطبع لما أصبحنا الآن متولين مهمة رئاسة الاتحاد الأفريقي أصبح هناك أمر هام جدا هو يجب أن نطرحه أمام دول العالم، أي هو الشراكة، وكيف تكون هذه الشراكة ليست مبنية فقط على مبدأ ما كان من قبل هو المساعدات. لا، الأمر اختلف الآن، اختلف لعناصر كثيرة جدا. أولا صعود قوى دولية مثل الصين لم تكن موجودة من قبل بهذا الثقل، وتدخل إلى القارة الأفريقية التي كانت حكرا على فرنسا وبريطانيا منذ العهد الاستعماري. الصين وروسيا حينما دخلوا إلى أفريقيا كان لهم دخول بطريقة جديدة جدا، وهي مشاريع على الأرض تقوم بالاستفادة للدولة التي أقامت المشروع وللشعب أو للسكان المحليين، وليس فقط أخذ الثروات والرحيل بها. ومن هنا جاء الأمر الآخر، وهو أن مصر بدأت أيضا هي تنميتها الاقتصادية، فأصبح الأمور دلوقتي واضحة للجميع أن هناك أفريقيا بها روسيا، بها الصين، بها اليابان، بها الاتحاد الأوروبي، ويضاف إلى ذلك أيضا دول قوية أصبحت في الواجهة سواء جنوب أفريقيا سواء مصر صحيح. موجودين الآن، ونعلم جميعا أن جنوب أفريقيا في البريكس وهي الدول التي تعمل مع روسيا في هذا الأمر. كلمة السيد الرئيس الحقيقة في 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 الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة الـ20 وإفريقيا حملت كلام يعني كثير مهم، سيادته أبدى ترحيبه أيضا بتعزيز الروابط مع شركاء القارة في التنمية جنبا إلى جنب مع التمسك، وأعتقد هنا بقى النقطة دكتور أمير دكتور شريف بالتمسك بالملكية الإفريقية المختلفة أو لمختلف أطروحات التعاون وتجنب فرض المشروطيات والتسييس. يعني كمان العلاقة السيد الرئيس بدأ أنها تكون يعني مش عايز اقول الند بالند لكن على مستوى على قدر المساواة والكفاءة، يعني ما تبقاش رؤية رؤية استعمارية زي ما حضرتك تفضلت. يعني شايف ازاي هذه القراءة حضرتك لذلك؟ طبعا دي اطروحة قمة في الذكاء
في التعامل الدولي. لماذا؟ لأنه الآن يعني هذه الأطروحة لو كنا نرجع لعشرات السنين من قبل كان لا يمكن طرحها. لماذا؟ لأن لم تكن هناك الصين موجودة كقوة منافسة، ولم تكن روسيا بهذه القوة، وما كانش الاتحاد الأوروبي بهذا الضعف الذي الآن هو عليه. يعني الاتحاد الأوروبي يعاني من مشكلة، وخاصة ألمانيا، مشكلة إلها مهاجرين من بعد ما حصل الأمر في سوريا وفي ليبيا، والابتزاز الذي يمارسه أردوغان بين احنا والآخر عالمية ثالثة. حتى قال إذا صنفتم الاجتياح والاحتلال لسوريا في القوات التركية لسوريا في الشمال بأنه احتلال أو غزو، سنفتح الأبواب للمهاجرين يدخلون إليكم. فكان هناك النوع من الابتزاز الواضح. كل هذا أوجد نوع من الشرخ في داخل الاتحاد الأوروبي الذي أصبح الآن غير قادر على استيعاب هذه الموجات البشرية من الناس أو الشعوب التي تريد الهجرة. وبالتالي أصبح الآن بإمكان مصر وبإمكان دول أخرى عرض الشراكة، ولكن صحيح. بأن نقول لهم تحترمون سيادة هذه الدول أولا وأخيرا. وهذا هو الأمر الذي نحن في مصر طبقناه منذ ثورة يونيو 2013، بأن لنا قرار سيادي، بأن لنا لا تبعية، نتعامل انحياز إلى قطب من الأقطاب، نتعامل مع جميع الشركاء، سواء مع روسيا، سواء مع الولايات المتحدة، مع اليابان، مع الصين، ولنا في كل هذا مصلحة مشتركة مع هذه الدول، ولكن مع احترام السيادة. أظن هذا الأمر الآن يمكن طرحه الآن بالنسبة لأفريقيا، حيث أن الأوروبيين يجدون الآن أن هناك منافسة قوية. إذا أرادوا مثلا الاستثمار في مصر، يعرفون أن هناك مستثمرين صينيين ومستثمرين روس وعرب. فمصر أصبحت الآن أرض للشراكة، ولكن لها سيادة ولا تميل لأي أحد. بالإضافة أن مصر بوابة أفريقيا، وهنا النقطة يعني لكل القوى الدولية بتسعى لها. طيب فكرة أيضا السيد الرئيس يركز على النقاط اللي بتعوق التنمية في إفريقيا، لما طالب المجتمع الدولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتضافر لمواجهتها، زي ظاهرة تغير المناخ، منع التطرف ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، ودي نقطة عظيمة جدا، ومبادرته العظيمة فكرة إسكات البنادق، الهجرة غير الشرعية وغيرها من القضايا. التحديات دي كلها بتتشابك مع بعضها البعض. هل العالم اليوم أصبح يرى إفريقيا بشكل مختلف، وفعلا يمكن أن يعمل على إيجاد حل لمشاكلها من أجل استفادة من هذه القارة الوعيدة؟ دكتور شريف، بالطبع يرى القارة الأفريقية بأنها قارة واعدة، ويرون أن الوقت يمر سريعا، لأن إذا لم تأتي قوة معينة للاستثمار فستحل محلها دولة أخرى، وهي دائما الصين أو روسيا. فجميع القوى الآن تعلم جيدا أن الوضع في أفريقيا الآن، الدول أصبحت لديها وعي، لديها رؤية، تفهم جيدا أنها تمتلك كل السبل للنهوض بالاقتصاد. فبالتالي هناك طلب واضح لهذه القوى، وهو أن يكون هناك شراكة مبنية على أرضية عادلة. بالطبع هناك مشاكل في أفريقيا، سواء في ليبيا، سواء في السودان والجزائر، ولكن ما زلنا عند موقفنا أن هناك مسألة السيادة، وهو أن هناك شركاء أكثر من قبل موجودين على الأرض. بالنسبة طبعا لمحاربة الإرهاب، لو أتطرق لهذه النقطة التي تتطرق لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر كانت منذ اليوم الأول الخط الدفاع عن أمن ليس فقط مصر وليس فقط الأمن العربي، الشرق المتوسط في أوروبا، وفكرة الهجرة غير الشرعية وخلافها، طبعا الملف الليبي وهو ملف أفريقي. هناك جهود مصرية جبارة غيرت هذه الوضعية. لم يكن هناك اعتراف، حتى في فرنسا لم يكن اعتراف بالخليفة الجنرال خليفة حفتر، لم يكن هناك اعتراف به. مصر بذلت الجهود وقالت هناك جيش وطني ليبي، ورئيس عبد الفتاح السيسي طرح هذه الفكرة مع الوزراء الأوروبيين واقتنعوا بها، وأصبح الآن الفريق المشير خليفة حفتر يستقبل في العواصم الأوروبية صحيح. كمتحدث عن الشعب الليبي. فمصر كانت لها أيضا وضعية أخرى، أننا قلنا للشركاء الأوروبيين سنحارب معكم ليس فقط الإرهاب، بل الهجرة غير شرعية.
صحيح. ولذلك وده موضوع بيؤرق أوروبا إلى أقصى مدى ممكن يعني. أكيد يؤرقها لأنها كما ذكرت خضعت للابتزاز. طب حضرتك شايف دكتور شريف حجم الاستثمار الأوروبي في القارة الإفريقية هذه القارة البكر الوعيدة يعني يكفي ولا هناك يعني طفرة في هذا الأمر؟ وكيف تنظر أوروبا وقاطرة الاقتصاد الأوروبي اللي هي ألمانيا إلى الشراكة مع أفريقيا؟ بالطبع ليست كافية لأن هناك نظرة أوروبية عتيقة لأفريقيا وهي أنه يجب أن نقوم بوضع يدنا كدول استعمارية على الممتلكات التي لدى هذه الدول من ثروات معدنية وإلى آخره. إلا أنه الآن الوضع طبعا تغير وأصبح هناك منافسة قوية جدا بين جميع القوى العظمى في العالم، والاتحاد الأوروبي وعلى رأسه ألمانيا في هذه الشراكة الاقتصادية يبحث عن مخارج أخرى للاقتصاد لديهم. ولا تكون هذه بقبول هجرات والوصول الى حائط الى مكان مسدود مع الدول الافريقيه. هذه كانت العلاقه دائما مبنيه ان ناخذ منكم العناصر البشريه والثروات وانتهى الامر. الان يدرسون ويعرفون الاطروحات التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمرات الشباب، حينما كان يقول ان الشباب في افريقيا والوطن العربي ومصر عليهم ان يبنوا الاوطان ونساعدهم على ذلك، وهو أوضح أكثر من مرة أن يجب الاستثمار في داخل الأراضي لهذه الدول، الاستثمار في داخل مصر، الاستثمار في داخل الدول الأفريقية، ومن ثم يكون الوضع فيه توازن، لا يكون هناك عملية هجرات بحيث أن الشاب في أفريقيا والدول يجد فرص العمل ويجد الاستثمار. نحن مقدمون يعني خلال أيام على نسخة ثالثة من المنتدى الشباب الدولي أو المنتدى الدولي للشباب، لأصبح منصة مهمة بتخاطب منها مصر السلام العالم الحقيقة. طيب دكتور شريف تأذن لي، عندنا تقرير هناخده وهرجع يعني نستكمل بعض النقاط المهمة اللي أثرها السيد الرئيس في كلمته القيمة والمهمة أمام قمة مجموعة الـ20 وإفريقيا في برلين العاصمة الألمانية. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام نتابع هذا التقرير. إعادة بناء العلاقات المصرية الخارجية بقى في مرحلة ما بعد ثورة يناير له دور كبير جدا في المساهمة في تطور الاقتصاد على جميع المستويات، السياحة والاستثمار الخارجي. زيارات سيادة الرئيس لألمانيا الدول الأوروبية عموما والدول الخليج وخاصة الزيارات المتتالية للإمارات بتساهم كتير جدا في دعم الاقتصاد المصري من جهة وتوطيد العلاقات الخارجية المصرية من جهة تانية. هذا شيء جميل وشيء ممتاز وشيء بننادي به من زمان، لازم يكون في انفتاح على العالم كله بدون استثناء، بدون استثناء أي دولة. العالم كله محتاج لبعضه، أنت محتاج لأفريقيا، أفريقيا محتاجة لك، أنت محتاج لأوروبا، أمريكا، كل القارات، أنت محتاج للعالم كله حواليك، وكذلك العالم كله محتاج لك، فلابد أن ما يكونش فيه استثناء. لا، الانفتاح جميل جدا. العلاقات المصرية الألمانية علاقات جميلة جدا، وهتطور الزراعة والتعليم والاستثمار وكذا حاجة كويسة، وأنا شايف جميع الوزراء معاه وبيستثمروا استثمار كويسة، وأنا شفت كمان في امبارح في النشرة إن هو قاعد مع أكبر شركة ألمانية شركة سيارات، إن دي حاجة هتعم علينا وعلى العربية وعلى الأفريقية وهتعم حاجة كويسة جدا جدا. شايف إن السيد رئيس إنه بيبذل مجهود يعني عظيم، إنه هو برضو بيعمل لنا أرضية لمصر وبلدنا، ومفروض العلاقات دي بيرجع علينا باستثمار بالسياحة يعني علاقتنا برضو في مصر يعني دولة عريقة، وكل الدول يعني تشرف الدول كلها، وبالإضافة إن إحنا الفترة اللي فاتت طبعا كان بعاد عن يعني السياحة، من ناحية السياحة بصراحة يعني انت شايف مصر كانت عاملة ايه السنة دي، حوالي 12 مليون سائح. طور العلاقات المصرية الخارجية نقدر نقول الافريقية، لان بما ان الرئيس السيسي رئيس الاتحاد الافريقي عن هذه الدورة، فنقدر نقول زيارات السيسي الخارجية تدعم كل الدول الافريقية بما فيها طبعا السودان واثيوبيا وكل الدول الافريقية، وحاجة يعني بتحسين العلاقات وجذب الاستثمار،
لمصر والدول الأفريقية كلها. طيب على ذكر الاستثمار في شأن القارة الأفريقية، الحقيقة أنه كلمة رئيس عبد الفتاح السيسي أمام هذه القمة المهمة، قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في العاصمة الألمانية برلين، ربما تطرق أيضا دكتور شريف في إشارة مهمة لعملية الإصلاح الاقتصادي العظيمة اللي تمت في مصر الحقيقة. والسيد رئيس حريص في أي تجمع دولي على الإشارة لهذا الإصلاح اللي تم بأيدي مصرية وفي إطار برنامج مصري خالص، ونقدر نقول إحنا تجاوزنا وبدأت مصر تجني ثمار هذا البرنامج. برأيك ما يعني الهدف من إلقاء الضوء على مثل هذا البرنامج؟ هو لتحفيز دول إفريقية أخرى؟ هل هو لجذب مزيد من الاستثمار؟ يعني كيف ترى هذه الكلمة ورؤية السيد الرئيس؟ أول شيء هو الرد على جميع الإدعاءات التي بعض وسائل الإعلام في الخارج تسوق صورة عن مصر، فحينما تكون الكلمة تخرج من الشخص المسؤول وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك مصداقية بالطبع بالأرقام وبهذه الشراكة التي نراها. لذلك يحرص السيد الرئيس دائما في زياراته لقاء رؤساء كبار الشركات، لأن هؤلاء يعرفون جيدا صحيح. ان الاستثمار هو مصلحة اولوية لهم وليست العلاقات السياسية. فكرة جذب الاستثمار الاجنبي المباشر تمام. ما في زيارة حتى خلال زيارته او مشاركتي في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الماضية يعني نشاط كبير جدا، على الاقل لقاءين او ثلاثة بيكون مع غرفة التجارة الامريكية مع منتدى تفاهم الاعمال الدولي مع رؤساء عدد كبير من الشركات والمستثمرين. صحيح تمام. يعني اقول لحضرتك مثال، الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه طريقته في التنمية الاقتصادية. مثال، حينما وقعنا العقد مع شركة الرئيس السيسي عقد بنفسه هذه جولة مفاوضات معه ونجحنا، فأن لدينا أكبر محول كهربائي في الشرق الأوسط الآن وأصبحنا دولة لها اكتفاء ذاتي، عندنا فائض الحمد لله. حينما ذهب إلى اليابان التقى برؤساء شركات وهي كبار صناع السيارات في العالم. شركة في مصر كانت أغلقت مصانعها من قبل، جاءوا إلى مصر صحيح. وأعادوا فتح المصانع في نفس التوقيت الذي أعادوا فيه مدح، وهذا ثقة في مناخ الاستثمار أكيد. في مصر يعني من كل وجوه يعني. أكيد هذه علاقة مباشرة وجادية مع هؤلاء الذين يديرون هذه الشركات العالمية. وكذلك الآن في هذه الزيارة في ألمانيا هناك كان جلسة حوار مطولة مع شركات الحفر التي ستزودنا بالمعدات لكي يكون لدينا أيضا شبكة مترو أنفاق جديدة ستغير معالم القاهرة. صحيح. فالعالم يرى الآن أن شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصية لها مصداقية، المصداقية هي التي تبعث بالاطمئنان لدى المستثمر، وهذا هو المستثمر، هو ليس رئيس وزراء أو بل هو صاحب الشركات، يأتي بنفسه ويلتقي برئيس الدولة ويقول له نحن لدينا في مصر تلك الأمور ولنسهل عليكم أمور كثيرة ولدينا البنية التحتية. البنية صحيح. التحتية التي قامت بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة رائعة، الشركات الوطنية المصرية وجميع الشركات التي عملت معها، فهناك نتائج على أرض الواقع. نحن الآن نقوم بهذه الزيارات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي ليست فقط لجذب الاستثمار ولكن للتطمين بأن مصر قادرة أن تكون شريكا قويا اقتصاديا مع جميع الدول، سواء مع روسيا سواء مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. وبالطبع الوضع في الشرق الأوسط هو وضع مضطرب جدا، والدولة الوحيدة التي وقفت على أرجلها حتى يومنا هذا هي مصر. صحيح. فضل جيشها العظيم وشعبها، فضل جيشها الذي كان حريصا على حماية السيادة الوطنية محاربة الإرهاب
والزود عن أي محاولات للتدخل في شؤون مصر الداخلية. هل تعتقد أنه فكرة الاستثمار في البنية التحتية زي ما حضرتك تفضلت وده جزء الحقيقة من برنامج أعمال قمة الثالثة للشراكة مع إفريقيا وتنظم الجمعية الإفريقية خلال هذا الملتقى في برلين، هو الاستثمار الأهم أو واحد من الأركان المهمة لفكرة الاستثمار دكتور شريف؟ أكيد، لأن هذه الشراكة هي مبنية على أن مصر لا تتجزأ عن محيطها، نحن في محيط عربي ونحن في محيط أفريقي وأيضا محيط البحر المتوسط، نحن في شراكة مع أوروبا في كل المجالات، وموقعنا الاستراتيجي بقناة السويس والبحر المتوسط وكذلك أيضا في البحر الأحمر. يعني نقطة البحر الأحمر أحب أن أسرها، هذا شريان هام جدا لكل ناقلات التجارة للعالم كله، فمصر تضمن الأمن والاستقرار من باب المندب حتى هناك. فيعرف لذلك صحيح. لذلك جميع الدول الأوروبية، وأنا أحب أتطرق لذلك حينما نتطرق إلى مسألة دعم قدرات قواتنا المسلحة في هذا الأمر، ألمانيا دولة حذرة جدا في التعامل مع جميع الدول صحيح. فهي ترفض الآن التعاون مع تركيا بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكب في شمال سوريا، مع المملكة العربية السعودية تحفظوا من أجل الحرب في اليمن، حتى مع إسرائيل هناك تحفظ في وقت من الأوقات الصورة كانت مغلوطة مع مصر، يعني كان هناك تحفظ ثم عادت العلاقة إلى أفضل ما يكون في عهد الرئيس لأنهم السيسي وتعاون اقتصادي وعسكري كبير، استوردنا حتى غواصات وطورنا من قدراتنا، كل هذا لأن الألمان وجدوا أن مصر في جدية في دولة قوية وتحترم حقوق الإنسان وتحترم حقوق ولا تعتدي على أي من دول الجوار صحيح. فهم حاسمون في هذا الأمر، فهذا أمر واضح لجميع الدول أن هذه الدولة قوية، هذه الدولة لا تعتدي على أحد وتصون المصالح المشتركة. نحن حينما نؤمن البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس هذا ليس لنا نحن فقط. سيادتك تعلم دكتور شريف أنه سيعود السيد الرئيس من يعني ألمانيا يستعد للمشاركة في قمة أفريقيا 2019 التي ستنعقد في العاصمة الإدارية، أو كنا ما كنا نطلق عليه زمان الكوميسا، هي أصبحت مجموعة تجمعات يعني، ثم في أسوان منتدى السلام في أسوان في 11 و12 ديسمبر، ومن أسوان إلى شرم الشيخ لمنتدى الشباب، ودايما أفريقيا حاضرة. يعني أفريقيا هي هدف الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنمية شعوب القارة، إسكات البنادق، التنمية، السلام. يعني هل يمكن لدولة أن تبذل كل هذا الجهد من أجل تنمية قارتها وبالتالي حجم العلاقة بيننا وبين القارة الأفريقية وتمثل عمقنا الوطني؟ شايف ده تأثيره على الشعوب الأفريقية وعلاقتها بالشعب المصري والدولة المصرية؟ أفريقيا تحتاج إلى زعامة شابة وجدية، وهي متوفرة في شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأننا مرينا بمرحلة كانت هناك اضطرابات في سائر الدول شمال أفريقيا وفي أفريقيا، كان رئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول حريص على كسر حواجز كثيرة جدا وجدت في السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا، مثال زياراته إلى رواندا. لم يقم رئيس مصري بزيارة رواندا وبوروندي من قبل، هو زار هناك تقريبا ما فيش دولة أفريقية ما زارهاش السيد الرئيس تماما وحينما بدأت كان الوضع متوتر مع إثيوبيا في آنذاك، وذهب إلى أوغندا حيث رئيس موسيفيني له دور مهم كثير، وقابله الرئيس موسيفيني جاء إلى القاهرة لأن هناك تأثير لهذه الدولة في هذا الأمر. نحن نبحث دائما كيف نحل الإشكال بطريقة استراتيجية صحيح، نتصل بالشخص والتعامل مع إثيوبيا مثلا إثيوبيا. يعني أعظم مثال مفاوضات تدير الدولة المصرية الأمور بعقلانية وبهدوء وفي إطار علاقات ودية محترمة بعيدا عن الصوت العالي ومشاكل الإعلام. أنا بشكرك دكتور شريف، شرفتني وسعيد بحضرتك دايما وبرؤيتك الحقيقة الدولية والإقليمية لكثير من قضايانا، وده موضوع مهم. كل الأمنيات الطيبة إن شاء الله لقمة مجموعة العشرين وإفريقيا بدوام التوفيق، والحقيقة أنه سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية في قاراتها الإفريقية تدعو للفخر، ونحن نفخر الحياة بانتمائنا لهذه القارة. شكرا جزيلا وموصول لحضرتك، نشكركم مشاهدينا الكرام، بكرة إن شاء الله لو كان في الأمر بقية لقاء آخر وحلقة جديدة من برنامجنا هنا مسبيرو، إلى اللقاء.